يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة كالعادة، أخبار كتير وكواليس أكتر وتفاصيل بالتحديد وتتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي على مدار فقرات مختلفة من حلقة اليوم وحلقات الترند المختلفة بشكل عام، بخلاف بعض الأخبار المحلية والعالمية التي قد نتطرق إليها في جزء من أجزاء الحلقة. منتظرين دايما تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة. كالعادة السؤال بيتعلق بالفريق الأول لكرة القدم، وكالعادة تواصل حضراتكم معانا دايما بيشرفنا. رأيكم إيه هي أفضل مباراة للأهلي السنة دي في دوري أبطال أفريقيا؟ هناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. وانا في رايي يعني ان افضل مباراه للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا هي المباراه اللي جايه باذن الله تعالى، هي مباراه الوداد. ان شاء الله هتكون افضل مباراه للاهلي، وان شاء الله من خلالها الاهلي يفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا المره الثالثه على التوالي وال11 في تاريخ النادي باذن الله تعالى. دعوتنا كلنا، واسبوع مليء بالكواليس الخاصه بالاستعداد لهذه المباراه المرتقبه. البدايه باهم وابرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب، والفريق يبدأ استعداداته للوداد غدا بالتوفيق يا رب. أما في الترند العالمي، مبابي يوجه رسالة لريال مدريد بعد إيه بقى يا عم خلاص. يعني طبعا قصة مبابي يعني شغلت بال جماهير كتير جدا في العالم كله على مدار عدد كبير من الأشهر، لكن حسمت تماما بانضمام مبابي، أو مش انضمامه يعني تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، في صدمة لجماهير ريال مدريد اللي أنا منهم. هنتكلم على القصة دي في جزء من أجزاء الحلقة، لكن خليني أقول لحضراتكم مباريات اليوم وأهم هذه المباريات، وهي خلاص المباريات بقت قليلة بالمناسبة لأن كل الدوريات خلصت، وكان أبرزها الدوري الإنجليزي امبارح والدوري الإيطالي اللي حسم لصالح الميلان بعد غياب 11 سنة عن التتويج بهذا اللقب، وكل الدوريات تقريبا في أوروبا خلصت وهي كلها دوريات مهمة. لكن عندها دوري ما بيخلص، بيقعد كتير جدا طبعا الدوري المصري بسبب ظروف كتير. إن شاء الله نحاول نتدارك هذه الأمور ونبقى يعني نمشي على غرار الدوريات الكبرى في العالم كله. لكن النهارده الدوري المصري فيه مباراه مهمه لكلا الفريقين، فاركو مع الجونه، هي اهم الجونه في الحقيقه بخصوص صراع البقاء والنجاه مبكرا من صراع الهبوط، لكن ظروفهم صعبه شويه. المباراه دي هتكون الساعه 6:30 مساء. والنهارده كمان في ماتش في كاس مصر. انهي كاس مصر بقى؟ فاكرين كان في كاس مصر كده السنه اللي فاتت وما اكتملش، يعني ما اكتملش خالص، فكان توقف وخدوا قرار باستكماله، وهي مباراة اليوم ما بين الزمالك وأسوان. هي كده هتبقى يا جماعة في الدور الكام؟ يعني في نصف النهائي تقريبا صح؟ نصف نهائي كاس مصر السنة اللي فاتت مش السنة الحالية، فدي أيضا مباراة هتكون مهمة ومثيرة. أسوان طبعا متاشي بالعودة للدوري الممتاز، والزمالك بيحاول يعود للانتصارات بعد الإخفاق في آخر مباراتين في بطولة الدوري أمام إنبي وطلاء الجيش، فأكيد هتبقى مباراة الساعة 9 بالليل مهمة جدا. دي أهم وأبرز المباريات، لكن عندنا أمور كتير جدا جدا هتكون أكثر أهمية هنتكلم فيها بعد الفصل، فاستنوا.